حياكم الله من جديد مشاهدينا. راح ناخذ فقرتنا اللي في المطبخ مع الشيف لولو تناكا. وشين نصبح عليها بالخير. صباح الخير بنية، واحب ارحب بالضيوف واحب ارحب بالمشاهدين. صباحكم الله بالخير، حياك الله ويانا. اليوم راح نتكلم عن العصائر والفيتامينات وتعزيز المناعه ودورها. صحيح. طبعا دور الفاكهه بشكل عام في أكيد هذا الموضوع. اكيد انا اليوم حبيت ابتكر عصير مميز جديد بما ان دش علينا الصيف والحر، واحنا الحين حاليا يعني نواجه موجة فيروسات كورونا وهالأمور هذه، فمحتاجين أن احنا نعزز المناعة بجسمنا. فحبيت أن أبتكر عصير من مكونات طبيعية تزيد من المناعة وبنفس الوقت تبرد علينا حر الصيف. أكيد هو لأن الصيف تدرين موسم جفاف بشكل عام. صح. فالناس فعلا. يمكن فعلا. مقلة في شرب الماء. احنا ما نقول أن العصائر بديل عن الماء. أكيد بس أكيد بس أن عامل مساعد كتغيير عشان الواحد ما يمل ويحرص على أنه يرطب جسمه. خلاص شنو بتسوي لنا اليوم قولي لنا؟ بالبداية عندي هني المكونات، عندي ليمون، شرائح ليمون، وعندي بشر الليمون، وعندي عصير الليمون، عندي بشر الزنجبيل، عندي توت أحمر وتوت أسود، عندي إكليل الجبل والعسل والنعناع وعصير التوت وماي غازي. هذه هي مكونات عصير اليوم. اوكي، احنا طبعا احنا وايد نسمع انه يقول لك للانفلونزا بشكل عام وللكورونا بشكل خاص. الليمون معروف انه هو من الاشياء اللي تقاوم. صح. ايضا الزنجبيل معروف حتى اللي فيهم كحه وسعال وغيرها. صح. بس باقي الاشياء الحين عندنا مضادات اكسده اعتقد التوت. اول شيء منيا بقول لك معلومه صينيه عن الزنجبيل. احنا دائما بالكويت الزنجبيل نشربه بس بالشتاء عشان شنو؟ عشان يدفي. بالصين يقول لك بالشتاء يشربونه عشان يدفيهم، وبالصيف يشربونه عشان يبرد عليهم. جربت هذه على نفسي وفعلا لقيت ان هذه المعلومه صحيحه. فانصح المتابعين ان يشربونه بالصيف وراح يشوفون نتيجه انه حتى الجسم برد معاهم بالزنجبيل. اوكي، وبقيه الاشياء عندنا التوت طبعا هو متروس مضادات اكسده ومليء بالالياف اللي تذوب بالماء فمفيد حق الجسم. اكليل الجبل ممتاز حق تطهير الجسم من البكتيريا والسموم والفيروسات. والعسل طبعا فوائده معروفه، يعزز المناعه. حبيت اضيف النعناع بعصير اليوم عشان يعطينا استرخاء وانتعاش يبرد على الجسم. فهذه هي وبعد هو يعني تقريبا شيء نقدر نحطه بالمشروبات الصيفيه، يعطي انتعاش صيفي يعني. صح بشكل اكبر. زين ليش الليمون بثلاث اشياء؟ الليمون يعني معروف انه بما ان احنا الحين مع مواجهه فيروس كورونا، فالليمون وايد ممتاز لانه يحتوي على فيتامين سي فيقوي عندنا المناعه وبنفس الوقت يزيد من امتصاص الحديد بالجسم. فحبيت اضيفه بوصفه اليوم. والعسل؟ العسل لانه هم يغوي المناعه، معروف بهذا الشيء. بس العسل ما تحسين انه هو كمحلي للشيء مع التوت ممكن يخلي طعمه وايد يعني لو تلاحظين ان انا مو ضايفه سكر ولا ضايفه شغلات مثلا، يعني عندك التوت السكريات فيه خفيفه، فاحنا حبينا نحلي العصير بالعسل. ممتاز. الحين هذه المكونات كلها مكونات طبيعيه 100%. صحيح. فاعتقد ان هذا لما يتسوى لازم ينشرب بوقته. صح. لانه ممكن يتاكسد لو انه ظل على طول فترة. يعني يتسوى فريش ويتقدم فورا. فحلو الام العصاري كذي تدش المطبخ تسوي حق عيالها، واشجع البنوتات هم ترى هو المكونات سهله وبسيطه. فممكن انه اي احد يدش ويسويها سهله ما يبغى. بالتاكيد انا اتكلم ان العصير بشكل عام علشان نضمن انه عصير طبيعي. صح. ملاحظه ان اكسده العصير هذه. صح. هي اللي تخلينا. صح. ناكد انه هو طبيعي. إيه صح. انه على طول ينشرب فورا، ما ننطر عليه او نخليه بالثلاجه لثاني يوم، على طول ينشرب عشان نستفيد بعد من الفيتامين. لولو في وايد ناس تخاف من العصير لان العصير يقول لك اول شيء عالي بالسعرات الحراريه، واحنا ندري ان هاي معلومه صحيحه. صحيح. وايضا ان العصير عالي بالسكر. بس في فيتامينات نحتاجها، اذا شربنا باعتدال مثلا كوب صغير نفس هذا الحجم زين اتس اوكي يعني ما في مشكله. لكن نشوف الحجم المشاهدين. أي يعني اذا هذا مثل هذا يوميا ممكن على حسب نوع العصير، اذا مرتفع سكريات يوم بالاسبوع ممكن عشان نعوض احنا الجسم الفيتامينات اللي محتاجها. ولكن في عصاير مثلا تكون صحيه، انا شخصيا اشرب كل يوم عصير تفاح اخضر مع زنجبيل، ابدا السكر فيه قليل، بس عودت نفسي عليه انه يوميا على الريج لازم اشربه. يقوي مناعتي حتى من قبل الكورونا انا متعوده عليه، فممتاز ممتاز حق الصحه. انصح الناس تتجه حق العصائر الطبيعيه وتترك الشغلات المصنعه، وايد وايد افضل. اكيد مثل ما قلتي ان اذا الناس تخاف من السكريات. صحيح. العاليه في صحيح. في ممكن العصير تستبدل. في بدائل. اي صح عدل الكلام. بل انا اشوف ان يعني هي الضرر مو بالثمره نفسها. صح صح. بالمضاف. صح. لها. بالمضاف عفي عليك. يحطون لها العسل. صح. يحطون لها اشياء معينه. صح كلامك. صح.
فممكن تزيد وممكن الحين ممكن الحين بعد هابين ماي لديوتكس، ممكن الماي نفسه يحطون فيه شرايح فراوله او شرايح خيار، ممكن يشربون ماي منكه شرايح ليمون، هم هذا يعوض السوائل والجفاف وهم يقوي المناعه. هو خيار ممتاز للصيف. صح صح فعلا، المهم ان الواحد يرطب نفسه على طول بيده شيء سائل يشربه. تدرين احنا ما شاء الله الجو حار عندنا وساعات ما نحس لولوانا بالحراره، لازم يكون في ترطيب عالي وترطيب مستمر. صحيح. بعد شوي راح نرجع لك ونشوف شلون راح تسوي العصير. ان شاء الله حبيبتي. بعد شوي نرجع لضيفتنا الشيف لولو التناك في فقره المطبخ، خليكم ويانا. رجعنا مع الشيف لولو التناك، وتغدي العصير اللي راح تسوي لنا اياه الحين راح نشوف الخطوات. يلا بدايه عندنا توت احمر وتوت اسود راح نحطهم، بعدها راح نحط عليهم عصير ليمونه واحده. هاي ليمونه كامله ها؟ اي نعم. بعدها عندنا العسل الطبيعي راح نحط ثلاث ملاعق كذي. انا بالنسبه لي ثلاث ملاعق ممتاز، ولكن اذا تحبون الحالات تكون اقل نفس ما قلتي قبل شوي ممكن تحطون ملعقه او ملعقتين، او تكتفون بحالات التوت نفسها اذا ما تحبون سكريات وايد. بس احنا الاطفال دائما نحب نغريهم باشياء لذيذه عشان يستفيدون من الفيتامينات اللي موجوده بالعصير. وبعدين العسل يعني مو شيء ضار يعني. صحيح. حتى لو حطيتيه. صحيح. ولا تنسين انه هو بعد يعزز المناعه. صحيح. فهم في منه فائده موجوده بالعصير. هذا الهدف الاساسي من عصير صح اليوم. صح بالضبط. الحين راح نبدي نهرس كل التوت مع العسل وعصير الليمون بحيث انه يكون عندنا مثل قوام متماسك او مثل ما نقول شبه سائل. هذا هو راح يكون نكهة عصيرنا اللي راح نبني عليها العصير. فنهرسه بس يكون يعني مو هرس وايد وايد ناعم عشان نستمتع بقطع التوت وقت الشرب تكون وايد لذيذة يعني والعصير بارد. أكبر. اي نعم. فان احنا ما نبي نهرسها بالعكس وايد. هذا العصير حتى ما تحتاجين فيه ادوات، ما تحتاجون فيه حتى ممكن تخلون الاطفال يساعدونكم فيه، ممكن بعد اخواني الرجال يسوونه خصوصا كان تذكرين بدعوا فتره الحظر الكلي ودشوا المطبخ وقاموا يفنتقون الرجال فممكن انه يسوونه يعني شيء بسيط وسهل. صكوا علينا بهالسؤال. اي حتى يعني لو طالعين طلعه شاليه مع الربع ما في ادوات وكذي ممكن يسوون العصير وايد سهل ما يبي له شيء. فالعصير على قولتهم ما تبين انه يكون القطع وايد كبيره. ايوه اوكي. فبهذا الشكل بعدين نضيف له بقيه الاشياء. بعدها عندنا هني 500 نص لتر من عصير التوت. أوكي. راح نضيفهم على راح نضيف التوت على عصير التوت بهذا الشكل. بسم الله. هذا التوت هذا دحاش الملابس. اشلون احنا لابسين غامج انا وياك ولا هذا ما يطلع مستحيل. صح. تلفنا اليوم شوي ما بسم الله. اوكي اوكي. بعدها خلنا ننظف شوي. بعدها شنو راح نسوي؟ نبدي نحط مكوناتنا اللي قلناها قبل شويه مثل الزنجبيل. عندنا مقدار ربع ملعقه من الزنجبيل المبشور. ايه. بعدها عندنا بشر نص ليمونه اللي هو قشر الليمون وايد راح يعطي نكهه عجيبه حق العصير. اي صحيح. وطبعا يعني هم الناس تظن مر بس هو فعلا مع الاشياء صحيح. اللي فيها حلو. بعدها عندنا شرايح الليمون راح احطهم داخل كذي عشان لا يطشر قبل شوي. بحذر بحذر. اوكي. اعطهم بهذه الطريقه. بعدها عندنا النعناع، النعناع مثل ما قلنا يعطينا انتعاش وراح يحسسنا بالبروده ويعطينا لوك صيفي نوعا. أيوة. ما خلينا نقول اخر مكون هذا عندنا الروزماري او اكليل الجبل. نعم. دائما قبل لا نحطه باي وصفه من وصفاتنا لازم شوي اكليل الجبل نحركه بهذه الطريقه عشان نحفز الزيوت اللي فيه تطلع. نعم. بعدها بمشروبنا راح نحط شويه مو وايد لان الروزماري نكهته قويه. طيب احنا بس نذكر سادة المشاهدين ان احنا الحين قاعدين نسوي هذا العصير بس لتعزيز المناعه وهو عصير صيفي. الحين نحتاج ثلج. ابي اي بالثلج. راح نرجع بعد شويه لولوان راح نشوف شكله النهائي. تمام. او نحط له الثلج الحين علشان نشوف شكله بس النهائي لان احنا خلصنا من جاهز. راح تضيفين عليه الماي؟ راح اضيف عليه الثلج بعدها الماي. اوكي.
فأعتقد هذا بس مجرد ما أنه يكون جاهز يقدم على طول. يقدم على طول نفس ما قلنا. أي صح راح يخترب طعمه. أي. فهو أنه يعني مشروب فوري تشربينه حزته. يعني إحنا الحين راح نشربه. أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي. خلاص احنا الحين هذا يعتبر شكل النهائي ولا شكل النهائي بس باقي نضيف له الماء الغازي شويه. أوكي. ويكون المشروب جاهز. ماشي. احنا شاكرين لك وجودك ويانا اليوم. حبيبتي العفو بعد قلبي. على هذا العصير اللذيذ حبيبتي. خلينا فاصل ونرجع لكم مشاهدينا.